بسم الله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى. فقال الملأ وشو كرد الحسن هذا أحلام اللي سلوم الجهال اللي يمشوا على روسهم مقلومين ما تمشي على قدميك اللي في أسرار كيفاش قدم أخرى بعد ما كان في تأخر متقدمة وما تفقدش توازنه. وبرا شوف الدراسات العلمية اللي تلقاها بالمفاصل وتلقاها بالعضلات وبالأربطة و و و وجمال الحركة. برا شوف دراسات متعمقة في دقة في ملاحظة أنا ما في الوقوف من أسرار وما في التحرك من أسرار أخرى والمجر تشوف يديروا لي دي ميسك يديروا لي دي لابتكاسيون يديروا لي دي لابو لي مو بريفيري اتسيترا اتسيترا. مش حاجة سهلة راهو لا ولا كان أنت تسعى على وجه الأرض مش آليا تسعى يلزمك تركز على عملية الحركة هذيك اللي هي عطاء من الله. ولو كان شلك مني انت نزلت من بطن امك ماذا يكون حالك مع الحياة الدنيا؟ انا اسمعي بر العبر يرحمكم الله تيري بيان لي لوسون دو سكو في شاك مومون. والسلام على اهل الاسلام.